يعطيك العافية دكتور. شو بالنسبة لعقوق الوالدين؟ ايمت بيعتبروا الأطفال هم غير بارين بأهلهم؟ يعني مين هاللي لازم، شو المعايير هاللي لازم نستند عليها حتى يكون الطفل هون بهالحالة انه بار لأهله، او ممكن نذمه ونقول له انك انت عاقلي والديك؟ لا، بدنا نعرف أكثر شيء العلاقة بين الوالدين والأولاد وقد إيه امتدادها. هل هي علاقة من المستوى المادي؟ هل في توافق فكري؟ هل بالمستوى العاطفي؟ هل في تنافر عقائدي؟ وأيضا بدنا نراعي قضية كثير مهمة بهذا الوقت، وجود أحيانا شخصيات دخيلة، إما كان على الأولاد أو الوالدين. مثلا وجود النرجسي وانتشارها بين الأسر بدون ما يكون في هاي الثقافة، عم بتعاني الأسر بشكل كثير كبير وما عم يعرفوا يتعاملوا إنه هاي شخصية نرجسية مثلا، هاي حالة مرضية. فبر الوالدين عم بيكون على حسب درجة وعي الإنسان. مثلا الإنسان المادي اللي بالطبقة المادية لما عم يكون بعده بعصر الجاهلي، بر الوالدين عنده انه فقط يعطيهما من حاجات الدنيا، يعتبر بار بوالديه بمجرد ان يعيشهما، واصلا هما ربيا الاولاد على هاي الاساس مشان يصيروا بالمستقبل سند. فبر الوالدين على حسب ثقافة المجتمع والأسرة. إذا نمت هذه الثقافة لدرجة صار في تناقض فكري أو عقائدي بين الأولاد والوالدين، فهذا يعني أن أحد الطرفين بده يبدأ بتكفير الآخر لأنه على غير عقيدته. وهذه لاحظناها بالحرب السورية. تصوروا مثلا في إنسان معارض بيكون والده موالي، تسبب بجرائم. إذا درجة بر الوالدين خاضعة للزمان والمكان والأفكار، الحالة المادية والحالة العقائدية. بالمجمل عم بيكون في عقوق للوالدين، وأيضا في سوء تربية من الوالدين للأبناء لما عم بيكون المجتمع مبرمج مشفر والإنسان فاقد مركزيته الذاتية. ما في بر أصلا، لا في بر ولا في إحسان ولا في تقوى مع النفس نفسها، بده يقدر يبر بالآخرين. فلأنه فقد مركزية الذات الإنسان صار يصير فيه أذيات لدرجة الجريمة بنفس الأسر. فنسبة بر الوالدين على حسب ما ربينا عليها دينيا تختلف عن الواقع الحالي. الواقع الحالي صار فيه اختراقات، صار فيه خطورة على المجتمع، لأن بصراحة الوالدين مش هم لوحدهما اللي عم بيربوا، المجتمع كله عم بيربي، الانترنت عم بيربي، صار العالم وكأنه قرية صغيرة. مين اللي عم بيربي؟ هل المدرسي؟ هل الثقافي؟ هل السياسي؟ هل الشارع؟ الوالدين لهم تأثير لا شك، أما صار في عوامل كثير. مع ذلك عشان نضلنا على الانضباط، الأبناء يولدون لآباء وأمهات بقدر دقيق ليعيشوا تجربة في هذه الحياة لكي يسدوا دين السنين الماضي، وكذلك الآباء والأمهات. فكل إنسان يخلص نفسه بالبر. البر مو مطلوب فقط من طرف على حساب طرف، الطرفين مطلوب منهما البر أي الإحسان. ما بيجوز نجي نعمل نحن سلطة للوالدين على حساب الأبناء، وما بيجوز أيضا الأبناء يتكبروا بهذا الغرور المعلوماتي اللي صاير على حساب الوالدين، لأنه الزمن الآن اختلف، حتى زمن الأولاد اختلف. صار في تضخم بالأنا عند الأولاد، يتباهون على أهاليهم بالحسنى
باستخدام الموبايل والكمبيوتر والألعاب وما شابه، وكأن المعلومات أو الثقافة أو المهن صارت تؤهل الأولاد لأن يتفاخروا على أبائهم. طبعا الآباء بينبسطوا من أبنائهم، أما أحيانا الأبناء يصابوا بتضخم الأنا ويتكبروا على أهاليهم. هذه الظاهرة من الغرور والكبر، أي بر للوالدين حتى لو كان عم يعطي المال لوالديه وهو بنفسه نوع من التكبر والغرور. ما بدي أحكي عن الأمراض النفسية وكثرتها لمشاكل بتصير بالإهانات والشتائم أحيانا حتى للأهل. بأي صورة وأي شكل تكلم الكلام اللطيف المشجع العذب الصادق مع كل الناس، فكيف مع والديك؟ موضوع إذا بر الوالدين موضوع خط أحمر، لأنه هو الكارما المباشرة، القدر المباشر للإنسان. فما بعرف إذا بدك شيء تحديدا بهذا السؤال، للموضوع طويل وشائك. طيب دكتور، هيك أجبتنا بمستوى من يعني منتهى السمو، بس نحن عم نحكي شوي هيك بمستوى أقل، عم نحكي على العلاقات هيك العادية بين الناس. يعني مثل ما تفضلت أنت، هي بالنهاية علاقة دين وسد دين، يعني بالنهاية لا الأهل، يعني هاي علاقات كارمية بين الأهل والأبناء. بس نحن عم نحكي مستويات هيك ضيقة بمجتمعنا، إنه أحيانا حتى منشوف إنه ظاهرة إنه الأولاد فعلا بالمقاييس هيك بالحدود الدنيا أو بالمستويات الأولى الدنيا، إنه هن بارين بأهلهم، لكن الأهل لا بتهمهم بالعقوق. هلق هاي الشهادة من الأهل هي اللي يعني بتلصق بالأولاد هاي الصفة، وبالتالي هي اللي بتنتقل معهم لمستويات أعمق وبتنتقل معهم ممكن لأجيال قادمة، ولا في يعني معايير ثانية أو جهة أخرى أصلا محايدة هي اللي ممكن تقيم الوضع لمصلحة مين؟ يعني مين ممكن يقيم انه هذا الطفل بار او هدول الاهل غير بارين كما غير محسنين لاولادهم او الاهل عاقين؟ يعني في اكثر من جهة بتأثر على الحكم تبع اللي عم بتقيم فيه الولد او الطفل، حتى اذا كان حدا كبير ممكن المجتمع حتى يقيمه، بس بناء دائما على رأي الاهل بالموضوع. فعلى يعني لأي درجة نحن فينا نثق برأي الاهل اتجاه طفله او ابنه؟ طبعا هذا الامر مش عم نحكي بس عن عمر محدد او عمر صغير، ممكن يمتد حتى لاعمار كبيره. هلا بما انه كنا عم نجاوب بمستوى مو مثالي، مستوى شمولي، بدنا نصور انفسنا على قمه جبل، وهالبشري اللي نحن منها الان عباره عن نمل، معسكرات نمل بالنسبه للذكاء الكوني. نمل عم بتصارع مع بعضه، تصوري مثلا نملة كبيرة عندها نميلات صغار، يعني قدي مثلا نسبة التقييم لذكاء أسمى لهي الحالة؟ ما بتفرق معه ذكاء الأسمى، بيعرف انه هذا الوادي، وادي النمل اللي هو وادي الضعف البشري اللي احنا موجودين فيه، عبارة عن حواس ضيقة كثير وحالة زمنية مكانية عم بتعيشها النفوس وكأنها جهنم. فالتقييم خليه يكون ذاتي أكثر ما يكون للآخرين. مين اللي بده يقيم؟ نملي بده تقيم نملي؟ مجتمعنا عادة ليس بأهلية التقييم، لأنه عنده أحكام مسبقة، عنده ظاهرة التكفير، أصلا غذاؤه المادي العادي للجسد لا مغذي الولد ولا مغذي نفسه، وفي معاملات سيئة بكل أبعادها. بالتالي موضوع التقييم للمجتمع نحن ببعد عنه بمنأة. حتى تقييمنا للنجاح، مثلا الأهل بيرضوا على الولد إذا صار بعلامات متفوقة أو دخل كلية معينة بناء على رغبتهم، وإذا غير هيك يصير في حزن عليه وهكذا.
برنامج تعلق بالكمال، بالتفوق، كمال الدراسي، كمال التحصيل الدراسي. هذه برامج إذا نقلت للأبناء على حساب الصحة النفسية، هي أولا سوء بالتربية الشمولية. ثانيا الأبناء، الأبناء لما ما عم بيراعوا الظرف المادي والاقتصادي والنفسي للأهل والزمن اللي عاشوا فيه والضغوط اللي تعرضوا لها، معناها أيضا الأبناء وجهة نظر قاصر. فمين اللي بده يقيم؟ الإنسان يخلص نفسه. كل إنسان مطلوب منه النمو بالوعي ليصير عنده نظرة أكثر شمولية بتقبل الآخرين. هذا القبول صحيح للصبر حدود، وأصعب ما يمكن هو أفراد الأسرة اللي عايشين بالبيت الواحد، أما هم التجربة والامتحان. هي التجربة والامتحان إذا الإنسان ما اشتغل على نفسه مضبوط وتسلح بسلاح العلم والمعرفة وعرف بمتاهات النفوس والخروجات الأثيرية وسيطرات الأشباح الطاقية والأفكار وتأثير الأنترنت والصحبة، وإذا ما عرف بأذيات الطعام وما نأكل كيف تغير أفكارنا، إذا ما عرف كيف الوراثي من الأسر أيضا تورث معلومات للأبناء باللاوعي والآن يظهر بساحة الوعي، إذا الإنسان ما عرف وجود الأمراض النفسية والثقف رح يصطدم مع الأبناء أو الأبناء يصطدموا مع الآباء بدون ما يكون في عندهم حل، وبالتالي يفشلوا بالتجربة. هون أهمية إنه نوعي حالنا بكل أنواع التوعية، أكانت الخارجية كعلم معرف خارجي أو اللدنية كتأمل وانضباط داخلي، لكي نحسن التعامل مع كل الناس. فكيف بالمقربين؟ فاللي بيشتغل على نفسه بيعرف انه مساعدته للابن عم بتكون من منطلق الواجب، عم بينمي نفس باتجاه روحه باتجاه الهي، وكأنه ينمي نفوس جميع الخلق. اما اذا كان مسعى اناني وغايته اناني بتربية هذا الولد لأجل أن يرد علي بكبري، هاي مو بالضرورة يحصل عليها، عم تصير مصالح. فبر الوالدين عند الأبناء بشكل خاص خصوصا بهذا الوقت أن يكفوا الشر. كف الشر خليهم يعرفوا الأبناء الآن هم يعيشون زمن سريع الطاقات مشتت بالذهن والفكر، وبالتالي في متاهات كثيرة، وكأن النظام الأخلاقي صار بمنأى عن كثير من الأبناء مع الأسف، وكأن الصحبة السيئة صحبة الأخبار والإنترنت لمتابعات الأبناء ما بتكون جيدة، لذلك عم بصير في تراكم طاقي سلبي عند الولد. لا يفكر أبدا الولد إنه حكمه حكم عقلي شمولي، حكم قاصر من خلال قصور نظر معين بسوء نفسي، وبالتالي عم يحكم على مين؟ على المقربين من ذويه. هو لو يسمو قليلا بالنظر قبل أن يعيد نفس التجربة ويصبح أب لأبناء ليدرك كم يضحي الأهل لأجل الأبناء، ساعتها بيغفر. إذا بيشتغل الإنسان على نفسه وبيرتفع وبتوسع بالوعي بصير عنده محبة لا مشروطة وتسامح، سيستقيم كل الأمر بكل الأبعاد. في كتاب نشرناه عن العلاقات الزوجية والعلاقات مع الأبناء وهكذا، أساس صار بالتربية، هذا الكتاب مهم، إضافة في معلومات على الإنترنت كثير، أما هذه المعلومات بصراحة ما بتنفع أمام شدة التجربة، لأنه في تيارات طاقية مسلطة على النفوس. الأهل عم بيظلوا أكثر صبر، أما مع الأسف عندهم هم وقلق على مستقبل الأولاد، وهذه مشكلة، في خوف. الأبناء مو سائلين عن حدا غير أنفسهم، وأيضا ما رح يصير في توفيق بمستويات كثيرة من الحياة، وإن نجحوا بالمستوى المادي وحتى التحصيل الدراسي في مستويات إذا ما قدروا يتجاوزوها ويكونوا إيجابيين فيها رح ترجع الحياة ترد عليهم الرد الطبيعي بوقتها.
إذا التقييم من ذات الإنسان خاضع للزمن، ما فينا الآن نقيم أي حكم على مرحلة معينة. كل إنسان يشتغل لمنيح بنفسه وما عليه من الآخرين. في تجارب لأسر عاشوا مآسي، وبعرف أطراف منهم حافظوا على محبة لا مشروطة وتسامح وخدمة لأبعد حدود، ومع ذلك ما قدروا ينجحوا، لأن في تدخلات كثيرة وعوامل كثيرة عم تعمل بتفكيك الأسر. فإذا المجتمع ما بيجوز إله يقيم، إذا قيم هذا حكم على أسرة، وهذا الحكم عم بيصير في تخفيض للوعي الجمعي. المجتمع مهمته يساعد، والمساعدة كلنا مشروكين بهذا العمل. ما نسمح أبدا لطفل ولد أن يهين والديه بأي صورة وبأي شكل، مهما كانوا الآباء أو الأمهات، حتى لو ملوثين بأعتى الصفات النرجسية، طيف واسع من الرجل، حتى لو كان ما يجوا لساحتك الحياتية هؤلاء الأهل إلا لا تنجح بالتجربة، ما بيجوز إلك لا إهانة ولا تأفف ولا مسبة. في عندك أخصائيين تستشيرهم، في عندك مجالات كثيرة إنك تبتعد فيزيائيا عن المكان، وبتبقى محافظ على علاقة واجب ما. أما أن يعق الوالدين، ما في مجال إلا ستكرر التجربة، وما في مجال أيضا إلا قانون الكارما سيفعل بقلة التوفيق والبركة لهؤلاء الأبناء، وإن أحيانا افتكروا أنفسهم أنهم بثراء ترجع بترد عليه الحياة. خلينا ننتبه من تجربتي الشخصية، بالرغم من أنه رافقت والدي ووالدتي بآخر سنوات حياتهم، وتكثر الأمراض وتكثر، يعني صحيح إذا بقارن حالي مع آخرين كثير اعتبر أديت واجب، أما بيظل الإنسان حاسس بقصور. فلا ندخر أي جهد إلا ونساعد الأهل، لأن رح ترجع تنبد علينا لما بنفقدهم. بلحظة الفقد، بعد فترة من الفقد، في ندم على كثير مواقف كان ممكن نساعد فيها الأهل وما ساعدناهم ولو بالكلمة الطيب. بدنا ننتبه لهي الناحية كأبناء، لأن عادة الأبناء بعيشوا أكثر من الآباء والأمهات عادة.